تقف السيد ممثل قسم الجامعات المحلية. ربما في المداخلة ديالي جات واحد الكلمة بأنه غادي نفتحوا المجال ونجتمعوا مع جميع التجار بدون استثناء. ربما قانونيا المخاطب الأساسي هو تلك الجمعية اللي هي السنديك الممثلة للتجار، هذا في الإطار القانوني. وانا الكلمه ديالي ملي قلت اننا نجتمع مع جميع التجار ما جاتش من فراغ، بدليل انه وجهت دعوه رسميه الى الساده ممثلي التجار عن طريق السيد العامل وتحت اشراف السيد الوالي وبتنسيق مع جميع الاعضاء ديال المستشارين ديال الناظور، وهاد الناس ما حضروش. إذن حنا المثل كيقول لك الغايب حجته معاه، نتمنى يكون واحد العذر بانه ما حضروش، يكون عذر ما حضرش واحد واخا، ما حضرش جوج واخا، ولكن باش كلهم الممثلين ما يحضروش، إذن هنا غتوضع واحد علامات استفهام يعني كبيره جدا. وحنا هذا ما غاديش يقصر ولا يعني يعجزنا على يعني باش نتحملوا المسؤوليه ديالنا وناخذوا القرار. احنا القرار خديناه، هذا قرار تضامني لا رجعة فيه، ولكن يخص التجار اللي يمثلوا جميع السوق اللي هما 827 872. اذا هاد التجار 872 يخصهم يعرفوا بان وجهنا دعوه رسميه للممثلين ديالهم وما حضروش مع المجلس، ونحن بصدد تحضير الدوره اللي غتكون في 30 في هذا الشهر في الدريوش. يعني اول مره في التاريخ سوف تعقد دوره مجلس الجهه الشرقيه في اقليم الدريوش. اذا هذه سابقه وهذا لقاء تاريخي، وربما هذا اللقاء يكون فيه الخير للناس لهاد التجار. اذا هذه الاشاره باش في اطار تعقيب على المداخله، علاش انا قصدت بانه غادي نجتمعوا مع هاد الناس. الاجتماع الى كنا هاد 872 يعني تاجر اللي كاينين تما، ربما يستعصى اننا نجتمعوا، ولكن هناك كاين بزاف الامور طريقه ديال التواصل في اطار مراسلات في اطار كاخبار. هذا ما راهش حنا عجزنا باش هاد الناس نتواصلوا معاهم، فلهذا بغيت ندير هاد الاشاره باش يعرفوا الاخوان رغم ان هاد الناس ما حضروش، ربما كينتظر منا ما غاديش ناخذوا الاجتماع، ربما كينتظر ما ناخذوش قرار، ولكن حنا في اطار الانسجام التام اللي كاين ما بين اعضاء المجلس، والحمد لله كي جات في المداخله ديال الاخوان حنا ما عندناش فرق ما بين اقليم واقليم. الحمد لله مجلس الجهه الشرقيه مجلس نموذجي في التسيير وفي التضامن ديال الاخوان. مي تكون شي كارثه في اقليم ما كانش يعني بغض يعني النظر للانتماءات السياسيه ولا الاقاليم، الحمد لله كاين واحد التجاوب. هذه غير كاشاره باش الاخوان التجار اللي في الناظور يعرفوا بان نحن معهم قلبا وقلبا. هذا اللقاء يعني نسجلوا غياب ممثلي التجار في هذا الاجتماع، رغم التوصل ديالهم بدعوه او استدعاء رسمي تحت اشراف السيد عامل اقليم الناظور، ونسجل كذلك التضامن الكامل للسادة الأعضاء الحاضرين في انتظار الحسم في هذه النقطة إن شاء الله في الدورة التي سوف تنعقد يوم 30 سبتمبر بالدريوش، باش يكون قرار نهائي، وسوف يستمر الاتصال والتواصل مع جميع ممثلي، وأقول وأكررها جميع ممثلي السوق الكبير أو سوق المغرب العربي بالناظور. إذا بهذا إذا ما كانش شي متدخل يعني كنشكركم مرة أخرى على الحضور ديالكم، وكنعلن على رفع الجلسة.